إحداكن هي المجرمة، لكن أي واحدة؟ مرحباً لينك، لدي نصيحة لك. حقاً؟ مهلاً، ولماذا تساعدينني؟ لا أهتم بأمر العقوبة، فحياتي كلها بالأساس سجن كبير، لكن ليس من العدل أن تغيب عما يسعدك. أشكرك، ماذا لديك؟ لقد تناولت لينش طائر اللحم لعشرة أيام، وتعرف ماذا تفعل بجهاز الهضم. هذا مقرف، لكنه رأس خيط، لقد أحببت موهبتك. نعمل معاً؟ بالطبع، ليس لدي ما أفعله باستثناء تقصي الرعب في العالم. فهمت. لماذا الضوء؟ اعترفي بالأمر يا لين، أنت سددت المرحاض. رداؤك الضيق قطع الدماء عن دماغك. أوه حقاً؟ اشرحي لي هذا إذن. أي أحد يتناول كل هذه الفطائر سوف يصد المرحاض. محاولة جيدة أيها العبقري، لكن فريقي المفضل سيلعب الليلة ولا أدخل الحمام قبل المباراة، فهذا سيء، حيث أنني لو دخلت لن ندخل التاريخ أبداً. مقزز. إذا أردت معرفة من سد المرحاض فاذهب واسأل ليسا، فهي تحتفظ بسجل لدخول الحمام لنا جميعاً. معك حق، دراسة ليسا الغريبة، فلنذهب لرؤية المهرجة. هذه 2 ديناري. أريد سجل الأمس بين الواحدة والرابعة. من الواحدة إلى الرابعة. هذا سجل مفقود. مفقود؟ وهل يعقل هذا؟ أنت من فعلها، لقد عرفنا. رجاءً، لم أستخدم حمام العائلة منذ سنوات، فهذا يستهلك وقتاً كبيراً جداً. أنا أفضل استخدام هذه. أعرف أنك نظيفة، لكن هذه ليست كذلك. ماذا عن ليلي؟ فهي تلقي بحفاضاتها بالحمام. لا، جميعها هنا، حتماً هي بريئة. ماذا عن لوري؟ بالطبع، لقد ألقت الاتهامات علي فوراً، وكما يقولون من يلقي الاتهام هو المجرم. لوري لم تفعلها. أخرج المدفع برث شيئاً. دعني أرى، هل هو قاسم أبي؟ ورقة؟ حتماً هناك شيء أكبر. تنحوا جانباً، فبعض المهمات تتطلب اتساخ الأيدي. ذو العين الواحدة مجرم خطير، يهدد البلدة برعبه الكبير. لم أعد أرى شيئاً.